أول مصنع لبطاريات السيارات في إفريقيا لإنتاج منتجات ذات جودة عالية، معتمدة بذلك على تكنولوجيا متقدمة ومتطورة. مؤسسة بورغان بدأت النشاط في سنة 1989 في مدينة بريان، قبل أن توسع نشاطاتها إلى ولاية عين الدفلة، ومنذ ذلك الوقت تم تسويق المنتجات بشكل رئيسي في الأسواق المحلية. وفي غضون فترة قصيرة نجحت هي الشركة في ترسيخ اسم وصورة منتجاتها في الأسواق المحلية كشركة متقدمة مصنعة للبطاريات ذات الجودة العالية، ولا زالت تقوم الشركة بتوسيع عملياتها التجارية حتى دخلت مؤخراً ضمن أسواق التصدير الدولية. كما تطلع إدارة الشركة لتصبح لاعباً عالمياً في المنطقة خلال السنوات المقبلة. مصنع بطاريات بورغان يعتبر الأول في إفريقيا، حيث تم إنشاؤه على مساحة تتجاوز 2.5 هكتار في المدينة الصناعية لعين دفلة، ويعتبر واحداً من أكبر مصانع البطاريات في المنطقة، حيث يمتلك آلات ومعدات صممت بواسطة شركات أوروبية وأمريكية باستخدام تقنية فارتا الألمانية في تصميم وإنتاج بطاريات السيارات بطاقة إنتاجية وحدة قياسية من بطاريات السيارات في السنة بمعايير محددة تشمل البطاريات الجافة وبطاريات لا تحتاج هي تكون من استخدام المادة الأولية التي تصنع في مصنع بورغان بغردايا المتمثلة في لوحات كرتونية الإيجابية منها والسلبية، وتحتاج كل بطارية إلى عدد محدد من هذه اللوحات مع تفريق بين كل لوحة بعازل قبل وضعها داخل الصندوق الذي سيتحول فيما بعد إلى بطاريات تنتقل بعدها إلى مرحلة تلحيم الوصلات ويمر على الماكينة التي تشكل مجموعة من عناصر بـ 2 فولت. البرودوي يخرج منا سي ان بروبليم يا رجي اوتوماتيكمون sinon il continue directement au niveau de là voilà عندنا دي جروب ديليمون de 2 فولت بعد يمشيو لهنا يجيو اون في لا سودور دي كونيكسيون كما vous êtes en train de le voir اون بعد عندنا Après la soudure des plaques, on va faire rentrer ça dans des bacs et pour commencer à faire une batterie. ويدعم بقوة عملية إنتاج البطاريات بواسطة شراء مواد خام عالية الجودة مثل البوليبروبلين والحاويات، فيما تعتمد المؤسسة على 90% من المواد الأولية التي هي من منتجاتها 10% فقط مستوردة هي صناديق، ويقبل المنتوج كلما كان الضوء الأخضر. وبعد مرحلة التلحيم تأتي مرحلة التعبئة للشروع في تصنيع البطارية، وللحصول على أحسن نوعية من التلحيم استخدمت الشركة ماكينة بآخر تكنولوجيات مما يوفر بطارية لا تحتاج إلى صيانة. وبعدها تتدخل ماكينة أخرى في وضع كامل المكونات أوتوماتيكيا في صندوق البطارية، وهنا تبدأ تظهر البطارية المصنعة قبل التأكد من نوعية المنتوج، حيث يجب أن تكون اللوحة مثبتة لتجنب اهتزاز. Comme vous êtes en train de le constater, on fait le décapage, on brosse les plaques et on fait un décapant pour avoir meilleure qualité de soudure, très bonne qualité de soudure. On va le rouler là, qui se fait automatique, Tanihadi. C'est des plaques fabriquées avec du plomb calcium, c'est la dernière technologie. Et c'est notre société mère Sopa qui a fait ramener cette technologie. Ça fait 15 ans qu'on fait ça et c'est des batteries de démarrage sans entretien 100%. Maintenant, on va les mettre dans des bacs. Comme vous êtes en train de le constater, vous voyez. هاي ليك هنا هام لي زيلمون جاو مسودين اون لي مي يا روبو كي مي تو على الانتيريور اوتوماتيك فوالا
Et maintenant, on commence à avoir une batterie. Ah, le résultat qu'on a, l'opérateur Hada, il fait le calage des éléments. Vu les routes Adna sont accidentées ou là c'est des batteries qui partent dans des chantiers, il faut éviter la vibration des plaques. Parce qu'il faut les plaques bien calées pour éviter l'arrachement des plaques. Donc on va la soudure de connexion. تبلغ الطاقة الإنتاجية لشركة بيرغان إنرجي 700 ألف بطارية سنوياً، وتبلغ قدرة الإنتاج في الوحدتين 1,200,000 بطارية سنوياً من نوع بدء التشغيل زاد الشمسي، مما سيرفع حتماً من حصصي الشركة في السوق الذي تقدر طاقته ب 2 مليون وحدة سنوياً. بطاريات بيرغان مختومة 100%، لا تحتاج للصيانة وتنشط منذ عدة سنوات في مجال تصنيع البطاريات بوحدة الإنتاج بمدينة غردايا، وتستحوذ على 25% من حصص السوق. تصنع بطاريات التشغيل، البطاريات الشمسية وبطاريات الجر، وكلها متوفرة في السوق من أجل الاستعمال في السيارات النفعية. أو البطارية لمرحلة أخرى هي مرحلة تلحيم لتكون جاهزة، مع العلم أن كل غرفة داخل البطارية لديها 2 فولت. تقوم الشركة هنا بتلحيم آخر للربط بين الغرفية الستة. بعد التلحيم بين الغرفية الستة إذا كانت سيئة ترفض أيضاً، وإذا كانت جيدة يتم تلحيم غطاء البطارية حتى يتم التعرف على الفريق الذي صنع البطارية في حال وجود أي عيوب. مع العلم أن كل عملية مثل هذه تمر على مرحلة مراقبة، وإذا كان هناك أي خطأ فالعمل يرفض أوتوماتيكياً، حيث هناك صفارة إنذار التي تعلم كل المصنع بأن هناك خطأ ورفض للمنتوج. وإذا كان هناك أي شرارة فسيرفض المنتج ويشعل الضوء الأحمر. عندنا كما قلت نكسبليكي شاك إتاب عندك كان كونترول أوتوماتيك. هنا أون في لو كونترول دو كو سيركوي. سافو دير سي لا باتري فيها أن بروبلام أن كو سيركوي لا بلاك بوزيتيف لا بلاك نيجاتيف يسون أون ماس إي لي رجتي يا أون ألارم كوم فو لو كونستاتي هنا طون كون أ الفير توت إي بون. إلى ما كانش سي لو روج يا اون الارم إلي روجتي. وهنا اون في دو لا سودور اون ميم طون دي كونيكتور بور رولييي اونتر لي سي شامبر. سي اون في لا سودور إلى لو تيست دو سودور لا سودور سي لي موفيز ثاني إلي روجتي. هنا تجي لا روجيكسيون تاع لا باتري. من بعد دوك هنا اون باس بار ليتاب اون فا ديبوزي لو كوفرك بور فير لا سودور دو كوفرك. Comme vous le constatez, c'est automatique, Tani. Ben, on fait la soudure des bornes. وبعدها يتم اختبار والتلحيم إذا كان جيداً أو بنوعية سيئة التي تستدعي رفض البطارية. ولمراقبة البطارية تضع الماكينة الرقم التسلسلي والتاريخ واليوم والسنة. هنا عندنا لو تيست ديتونشيتي. سا فو دير سي اون ا بروبليم او نيفو دو لا ماشين ترموسودوز يا اون موفيز سودور اوتوماتيكمون الي روجتي. ومن بعد عندنا هنا pour contrôler la batterie, pour avoir une traçabilité, on a une machine qui va, on va poinçonner chaque batterie, elle a son code, la date de production, le jour et l'année, et l'équipe. Il y a quelqu'un de muscle, à travers ce numéro, on peut détecter la production, le lot de production et les personnes qui ont produit ce produit, ou l'équipe qui a produit ce produit. On va dire, on a on fait le remplissage de la batterie avec de l'électrolyte à un degré bien précis. On va terminer la batterie et trouver directement l'étape de charge. Et
هنا كما avez constaté c'est des padris qui viennent de la ligne de montage بعد يفوتوا directement les tables de charge les tables comme vous le constatez à l'intérieur les batteries sont chargées dans un bain d'eau علاه pour faciliter d'injecter de l'énergie et éviter le chauffement de la batterie et gagner du temps au niveau de la charge sinon si la batterie est chauffée on risque de perdre la batterie et on aura il y aura les conséquences et ça va jouer sur la durée de vie de la batterie ويقترح كتالوج الشركة عدة موديلات من البطاريات من بينها تلك التي هي بدون صيانة القائمة على الرصاص والكالسيوم والتي لا تحتاج إلى إضافة الماء خلال دورة حياتها معدل تكامل في منتجاتها يقدر ب 90% العلبة بغض النظر إلى تكنولوجيا وبراءة الاختراع التي تحملها خاصة على مستوى الغطاء وكذلك العوازل تبقى كلها عناصر مستوردة من الخارج وقد صدرت الشركة أيضاً بطارياتها نحو إسبانيا ومصر لكن مسؤولها الأول لا يعتزم تكرار العملية بسبب الصعوبات التي تواجهها في تنفيذها الحسن اليوم تجد بطاريات بورغان إنرجي نفسها في الطليعة على منتجات SNVE وجيرمان SPA إن جودة منتجات بطاريات تضاهي جودة أفضل المنتجات العالمية ومعبأة لكي تدوم لحياة أطول وتم إنتاجها لتتحمل الظروف والمواسم القاسية ومصممة للسيارات المطابقة للمقاييس الأوروبية والأمريكية واليابانية وتشتمل سلسلة منتجات بطاريات حالياً على العديد من أنواع بطاريات السيارات منها الجافة المشحونة وأخريات لا تحتاج إلى صيانة وجميعها تتفق مع مقاييس المواصفات اليابانية والأوروبية ويتم تصنيع كل بطارية لتنتهي البطارية عند مرحلة التعبئة بدرجة معينة قبل أن تمر إلى طاولة التعبئة في حمام ساخن لتسهيل عملية إدخال الماء خلال 24 ساعة تنتهي مرحلة التعبئة ويتم بعدها استرجاع الحامض الذي تم فقدانه عن طريق التبخر كما تتميز بطاريات بورغان بوجود أجهزة داخل المصنع مدمجة في خطوط عمليات الإنتاج تعمل على الكشف عن العيوب التصنيعية التي تمكن الشركة من إنتاج منتجات ذات جودة عالية خالية من العيوب والحرص على تفادي الأخطاء البشرية On met le bouchon. Ben, on fait la batterie passe par un tunnel de lavage pour enlever tout l'acide qui est sur les surfaces de la batterie. Parce que l'acide, c'est un conducteur. En même temps, pour protéger notre client par rapport au danger de talqach ou le véhicule, bien sûr. On bat. On fait le test de la batterie. La batterie, elle est testée ici, au niveau de l'usine. S'il y a un problème, la batterie, elle ne sort pas d'usine. Mais sur la batterie, on assure que le produit ira entre les clients à 100% fiable. Sinon, le produit reste ici au niveau de l'usine. Et tout ça, c'est géré par un ordinateur pour faire le marquer les batteries. Pour avoir toujours la traçabilité. Maintenant, on part à l'étape d'étiquetage. Voilà. Maintenant, on fait l'étiquetage. De toute façon, on a un taux d'intégration en Algérie à 90%. C'est un produit à 90% algérien.